المشاهدين صوت العدالة الأعزاء، رجعنا معكم دائما في الجزء الثالث من حلقة الرقية الشرعية مع الباحث والمعالج بالرقية الشرعية الأستاذ بن طاهر. أهلا وسهلا من جديد. سي بن طاهر، كنا وقفنا في الجزء الثاني على كيفاش أنه الجن واش ممكن يدخل الجسم ديال الإنسان، لكن هذه المرة هذه غادي نمشيو عن السؤال اللي تيقول تنعرفوا بعض الرقات او ما نسميهمش رقات، نسميهم صحراء، اللي يدعيوا بانهم يتقيوا الناس بالقران وبالكلام الله سبحانه وتعالى، مع العلم على انهم يدخلوا الشركيات. فبغيناك تحطنا في الصوره ديال هاد الناس هادو. كما قلت يعني كاين الراقي الشرعي وكاين الراقي اللي هو مخالف، و يعني الخرافات ديالهم غير محدوده. ثم هناك كاهن، هذا مهم الناس يعرفوا، الكاهن هو دائما يعني كيخدم معه الشياطين، لكن الذي يؤسف هو انه كاين بعض الناس اللي هما الناس اللي كتظن بهم يعني حسن الظن، لكن تجد انه كاهن. وهنا الحمد لله هذا وصلت ليه من خلال الابحاث ديالهم، من خلال حسن الظن ديالي بالناس، انه تجد انه كاهن وهو لا يدري. كاهن وهو بمعنى انه دائما كيطلب لك بحال هذه الامور، هذا اسم الام، اسم يعني او صوره المريضه او اثر المريضه، فهذا يسمى بكاهن. او كذلك اللي يعطيك واحد الورقه ويقول لك ها هي فيها هذه الكتابه هذه، وتذوب في الماء وتشربها هذا كله كما قلت سابقا، هذا كله يسمى من التميمه. وعندنا دليل انه هذه الامور لا تعالج. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه وقع هذا الامر، هذا انه واحد الزوجه، زوجه الصحابي ابن مسعود رضي الله عنه، انه الزوجه ديالو كانت كتمشي عند الكاهن هذا، فهذه صحابيه، لكن كيعطيها بحال هذه الامور هذه كتستعملوا، والشيطان كيوهم لها انه تعالجت. فاذا بالزوجه ديال ابن مسعود رضي الله عنه أدخل عليها وقال لها ما هذا؟ قالت لي إنه رقي. قال لها لا، هذا ليس برقي، إن النبي عاصم كان ينهي عن الأمور هذه. نعم، يعني هي مسائل اللي شركيات واللي ربما كله تسمى أمور شركية لا علاقة لها بالرقي الشرعي إن شاء الله. كذلك رقات اللي تقراوا على براميل ديال المياه ويأمرون بشربها، وبأنهم يعني إنسان يأخذ الدوش ديالو بالماء ديال الرقية وما إلى ذلك. نفس الشيء، وإن شاء الله غادي نحاول نجاوب عليه في الجزء الأخير بالأدلة القطعية إن شاء الله تعالى، لكن نحاول نتكلموا على الصور ديال اللي كيدعي أنه راقي وهو بمشعوذين. نعم. إما يكون ساحر، إما أن يكون كاهن، إما أن يكون كاهن وهو لا يدري. وهذه يعني عندي انا كحكم ان الناس كيتصلوا بيا بزاف ديال الناس كيتصلوا. كيف هذا يكون كاهن وهو لا يدري يا سي بن طاهر؟ بمعنى انه ما تعمقش في هذه الامور، فما تعمقش في الابحاث، ما تعمقش في الاحاديث الصحيحه، فاذا به يعني يستغله الشيطان وهو لا يدري، ظنا منه انه جن مسلم يساعده، وهذا بناء على الفتوى ديال احد العلماء. وهذا الشيء ربما اللي تنشوفوا انهم تيقول لك روحانيين وعندي الجنود الروحانيين ديالي. نعم. هما ناس اللي صحراء. نعم، هناك من يدري ويستغل الناس بهذه الامور، معه شيطان. نعم. وهناك من لا يدري انه دخل الشيطان بهذا بسبب انه ما تعمقش في الامور هذه بسبب هذه الفتوى هذه ديال انه الجن المسلم يساعد الانسان. فهذا ليس بجن مسلم، جن مسلمين لم يذكرون بهذه الامور. نعم. هذا الشيطان يستغله، وللاسف الشديد لان يعني كنلقاو صور كثيره ديال النصب. ولعلني اذكر اخر قصه، انه وقعت واحد السيد يعني من النواحي ديال الشمال، مشيت زرته، انه تحكي لي على واحد كاهن معروف مغربي وعنده واحد الشهره كثيره، وكيدعي انه راقي، وفعلا لما كيدير فيديوهات كيرقي بالفاتحه وهو لا يتقنه، حتى الفاتحه لا يتقنه. والله العظيم اقسم بك بالله تعالى انه هذا السيد حد الان لما غير كنذكرو يعني كنتالم. انسان فقير يعني تم النصب عليه بطريقه باش نصب عليه، يعني كيدير شي طرق سحريه، وتيقول لك انا عندي جنون، عندي. هذا السيد دخل عنده مجرد 5 دقائق او 10 دقائق، يعني خدا منه واحد المبلغ مالي، حتى ان هذا السيد ما عندوش والله العظيم الا مشى تسلفوا على الناس ولا حول ولا قوه الا بالله. كاينين رقات او سحره اللي تيستغلوا ناس ماديا
هذه معروفة. نعم. هنا غادي نهضروا على الاستغلال الجنسي وللأسف هذا هو اللي خيب ثورة الرقاص. هذا لا يهمنا أصلا، كما قلت أنا خصني دائما نفرق هذا الشيء كاين في الواقع. نعم. وهذا يعني أنا لا يهمني بشيء، هذا يمثل نفسه فقط. يعني هذا الراقي اللي غيستغل الناس أو المرضى ديالو جنسيا هو يمثل نفسه بطبيعة الحال ولا يمثل الرقاص؟ لا يمثل الرقاص، لأنه حتى ربما الصورة ديال الراقي واللي الناس نسمعوا راقي مباشرة كان يمشي البال ديالنا المسائل بحال ولهذا قلت شحال من راقي ما هو براقي. نعم. شحال من راقي ما هو براقي، لكن الراقي ولا المريض لازم أنه يحترم شروط الرقية. نعم. أنه بالنسبة للنساء خاصة يكون معها محرم. كاين الراقي اللي هو إنسان طيب، لكن بهذا السبب إنسان ضعيف تيقدر أنه يوقع في هذه الأمور هذه، لكن هذا نحن لا يمثلنا أصلا. وحنا نفرقوا بين أخطاء وما بين الرقى الشرعية، ما خصناش هذول أنه بحال هذا النوع أنه يسيء الرقية الشرعية إن شاء الله. غادي نعطيه على سبيل المزحة، وكذلك هو سؤال في محله. مرحبا. كتصلخ الكليان ديالك سي منطار؟ يعني الضرب. وما أكثر الرقات اللي تيرقيو بالضرب؟ حقيقة حتى نضحكني هذا السؤال، لأنه علاش يعني بعض الناس للأسف الشديد أنه اللي وقع لهم هذا الأمر مجرد أنه كيتصل بيا تيقول لي واش كتضرب ولا ما كتضربش. يعني الناس اللي كيديروا هذه الأمور يعني الضرب يعني الشديد أو الضوء أو فهذا كله خرافة. يا إخوتي اتقوا الله، النبي عليه الصلاة والسلام أشنو اللي تبدأ عليه؟ هكذا فقط، يعني الضرب على الصدر. أنا هذا واش كنضرب؟ بالقلم. بالقلم في بعض الحالات وليس كل الحالات. في بعض كذلك سنعرفوا للأسف السي بنطار بعض الحالات اللي تيمشيو عند رقات واللي تيبداو تياكلوا في العصا حتى لدرجة يغمى عليهم أو أنهم لا قدر الله يموتوا. هادشي كاين، هادشي كله ممكن، وكاين بهذه الصورة وكاين بصورة أخرى ديال الاستفراغ. ربما مزيان مننا حتى يتذكر أنه الاستفراغ بالطرق اللي كنسمعوا عند الناس، أنه الاستفراغ أنا كنقول لكم من باب أنه معالج بالطب الأصيل، الاستفراغ ليس طريقة علمية لعلاج السحر المأكول، هو مجرد وسيلة لتخفيف. بمعنى أنه ولو أنك تستفرغ هناك أنواع ديال هذه الأمور، يعني ترجع بعد والطرق العلميه الحمد لله اللي كنعجب بهم هذه الامور هذه. اما الاستفراغ كاين الناس اللي وقع لهم هذه الامور هذه، ماتوا عندهم الناس كاين. نعم. كذلك بما اننا هضرنا على العصا والضرب في المجال ديال الرقاص، غادي نمشيو هذه المره هذه ونهضروا على الاستفراغ اللي كان نقطه اللي جات على حقا. على الاستفراغ ممكن اننا الانسان يستفرغ بالشباك، لان كاين تيقول لك انا استفرغت وخرجت لي الشبكه من المعده ديالي، خرجت لي مثلا خيوط، خرج لي زاج، خرج لي مساله وسيله الاستفراغ. هذا يعني كيستغلوا به بعض المعالجين سواء الرقاص وغيرهم سواء المشعوذين، كيستغلوا به المرضى وباثمنه خياليه. تخيل انه يستفرغ ولا بحصص ولمده كذا، وهذا كله لا اصل له من الصحه، لا اصل له من الصحه. كذلك شنو رايك في الرقيه الجماعيه؟ كنشوفوا رقي في فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي تكون جالس في واحد المكان وامامه اكثر، حيت نقول اكثر من 50 شخص اللي تيدير لهم رقيه جماعيه. بغينا نعرفوا واش ممكن الرقيه الجماعيه، ولا كان ممكن على الا كان ماشي ممكن، علاش هاد الرقاه تيجيو يديروا الرقيه الجماعيه؟ هذا من اجل ربح المال وفقط. اما الرقيه الجماعيه او الجماعيه، اولا لم تثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كنقولوا في الطب الاصيل لكل حاله مرضيه حاله خاصه، هكذا نفس الشيء في الرقيه الشرعيه. لازم انه الانسان كتركز معه وكترقيه لوحده، وحتى انه الانسان الى دار هذه الرقيه الجماعيه مثلا ربما تكون كوقايه. فانا تنقول لكم انه جاءوا عندي ناس واشهد الله على ما اقول انهم بسبب الرقيه الجماعيه وقع لهم امراض نفسيه. بمعنى كيجيو عند الرقاة يعني واحد النوع من الشهره وكيديروا الامور هذه، فهذا كله ضحك عليهم الشيطان، لا الرقاة ولا
ولا المرض. على اساس ان ذاك الراقي تيعالج الناس وان الناس تيتعالجوا. كيمرضوا الناس، انا كنقول لك الناس كيمرضوا في هذه الرقيه الجماعيه. الرقيه الجماعيه علاش كيمرضوا؟ لان بحكم انني انا مثلا ممارس الرقيه الشرعيه، انني ولا عندي عاده هذا الامر، انني كنشوف الناس كيتخبطوا ويطيحوا ويصرخوا، هذا الشيء ولا عندي عاده، رغم اننا حتى حنا كنتاثروا به بعض الاحيان. هي انتم ربما وصلتوا لذاك المرحله ديال انه ما يبقاش ذاك التاثير كيف ما غياثر على الناس العوام. نعم، ومع ذلك تخيل انا شخصيا لدرجه انه بعض الاحيان ما كتقدرش حتى تمشي لدارك. انا كان لازم انني ناخذ واحد الفسحه يعني انني نرتاح فيه على باش ندخل لداري. فالناس اللي هما يعني المرضى انه ملي كيجي وكتحطو في واحد البيت وفيه واحد 20 واحد او 10 وكيشوف هاد الامور، العقل ديالو يعني ما كيستوعبش هاد الامور هادي. فعندي شهادات اللي مرضوا بهذا السبب الرقي. وكتلقى في ذاك الرقيات الجماعيه عيشه من هنا، ميرا من هنا، حمو من هنا، وهادو اسماء. هادو اسماء ما ادراك انها اسماء، اسماء اسماء جن. لا هذا الشياطين يعني كضحك على الناس. حنا ما نقدروش نفصلوا في العالم الغيبي الا بما جاء في النص. كمثلا الشيطان الذي يوسوس في الصلاه يسمى خنزب وهكذا. اما كل هذه الاسماء وهذه الاسماء واللي كيتكلم بهذه اللغه هذه فيدخل في الشوارع. كذلك كنعرفوا بانه كاينين اعترافات اللي كتجي على لسان المرضى وعند الرقاة وتيقولوا ذاك الراقي تلقى تيقول هذا السيد فيه حمو، هذه السيده فيها عائشه. فالراقي كيفاش غادي يعرف بانه هذيك حمو ولا هذاك عائشه ولا هذا؟ هذا هو السؤال اللي جاوبت عليه. يعني هذه الامور كما قلت تقول دائما انه الشيطان يضحك عليكم سواء الرقاة والمرضى. انا ما كيهمنيش اسم هذاك الشيطان، هذا امر غيبي ما نقدرش انني نفصل فيه. اللي كيهمني ركزوا عليه يا رقاة هو تعالج المريض، انك تخلصوا من هذا المرض وبالطرق اللي هي شرعيه. هو فقط انا نستغل النقطه هذه. عموما غادي تتفرج في الرقاة مثلا كيتكلموا كلام طويل يوم وغدا، بالله عليك واش كتستمتع شي حاجه؟ بكل صراحه كنضحك. كنضحك اكيد. كاين الناس اللي كيتيقوا هذه الامور هذه، وانا انا كنحير معهم لما كيجيو عندي. يعني لما كنبغيو نوضحوا لهم هذه الامور هذه، لكن مهمين بهذه الامور، الامور اللي كيدعوا الرقاة انهم يتكلموا وسعوا في الغيبيات، والغيبيات الاصل فيه هو توقيف الا ما جاء في النص. هل ممكن كذلك، وهذه من المسائل اللي ربما جاني فيها واحد الشوك واحد النهار وانا تنشوف ديال راقي يتحدث مع جني وجني يقول بلسانه على انه من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وانه كبير في العمر. اشنو غادي نستافدوا في هذه المساله هذه؟ دابا كلام الجني الشيطان ماشي هو جني، لان فرق بين الجن والشيطان. ليس كل جن شيطان، لكن كل شيطان فهو جن. اشنو غادي نستافد في هذه الامور؟ انا دائما تنركز لما كنستثنوا ما هو العلاج، فكل ما جاء فهو خلاف. اشنو غادي نستافد في هذه القصه هذه؟ لما غادي يجي يقول لي هذا الكلام لا يمكن ان اصدقه، لا يمكن. وهذا راقي في مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو اللي مشهور تيقول باللسان ديالو بانه يتحدث مع جني وجني من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولسه عايش لهذا الوقت هذا اللي حنا راه فيه. فالراقي بدا يسالو على الزمن ديال الصحابه كيفاش كان عايش معاهم. فبكل صراحه هل هي افلام مسلسلات ام هذا ممكن انه يقول لك يعني صدق، ولكن هذا الصدق وراءه كذبات. يعني صدقك وهو كذب. صدقك وهو كذب. علاش قال النبي عليه الصلاه والسلام صدقك وهو كذب؟ لانه الاصل فيه فانه يكذب، انه ممكن انه غادي يقول لك هذا صدق وباش يفتنك ويفتن جميع الامه الاسلاميه. انا لا يهمني كذب الشيطان، لا يهمني. اذا سي بن طاهر شكرا لك، كنت معنا هنا في هذا الموضوع الجميل. لكن قبل الختام نخلي لك اخر كلمه لتوجهها امام الكاميرا ومشاهدين صوت العداله اللي تابعوا معنا ثلاثه ديال الاجزاء من اجزاء الرقيه الشرعيه معك. والحمد لله الكلام الطيب الجميل اللي وصل للناس والرساله اللي ممكن توصلها دابا حاليا. اللي يمكن لي نقول للمشاهدين هو انهم يحاولوا
يبحثوا شويه في العلم، يعرفوا من هو الراقي الشرعي ومن هو الكاهن ومن هو الساحر، ولعلني اشرت اليه عده مرات. وكذلك الرقاد انهم خاصهم انهم تكون عندهم التواصل مع كبار اهل العلم، انهم توضح لهم الا بغيتي تمارس هذا المجال هذا فلازم انه تكون علم، انك تكون علم بهذه الامور هذه، والا يستغلك الشيطان. السؤال الاخير، هل قطاع الرقيه الشرعيه في المغرب مقنن؟ كما كنعرفوا بانه الفقيه في الجامع والمؤذن في المسجد على انه تابع القطاع، وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه هي الوزاره المكلفه الوصيه على هذا القطاع، فقطاع الرقيه شكون هما الناس الوصيين عليه او ما عندوش وصايا؟ حقيقه هذا المجال غير مقنن، وانا بصفتي داعيه في الباب ومعالج ايضا، انا كنتمنى انه يكون مقنن. بكل الحقيقه كنتمنى انه يكون مقنن بالتنسيق مع كبار اهل العلم، لانه يعني فيه ما فيه من الخرافات للاسف الشديد، وهذا ما نتمناه ان شاء الله تعالى. حتى ربما الدولة يكون عندها اطلاع على الرقاة، شكون هما الرقاة اللي كاينين في البلاد، ونقدروا نحدوا من ظاهرة الصحراء والمشعوذين والنصابة الى قدرنا نعرفوا شكون هما الرقاة الحقيقي. هذا هو المقصود، على الاقل غادي نقصوا، على الاقل غادي نقصوا. اما حاليا يعني كما قلت لك الناس عوام الناس انهم ما يقدروش يفرقوا، صعيب انهم يفرقوا، والناس كينصبوا على الناس باسم الرقية الشرعية وللاسف. شكرا لك سي بن طاهر، كنتي معنا من استوديوهات صوت العداله بالدار البيضاء، وكنت جد مسرور وانني في هذا اللقاء هذا معك. شكرا على المجيء ديالك من مدينه تيزنيت الى هنا، على امل انا دائما هنا ان شاء الله، ان شاء الله على امل نشوفك في حلقه جايه ان شاء الله، وفي تواصل جديد مع متابعين ومشاهدين صوت العداله. مشاهدينا الكرام، كانت هذه هي نهايه فقرتنا لهذا الاسبوع، وكذلك نهايه الفقره الثالثه من استضافتي للاستاذ بن طاهر الباحث والمعالج في مجال الرقيه الشرعيه وكذلك التداوي بالاعشاب العطريه والحجامه. على امل اللقاء بكم في مواضيع اخرى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء.